ريال مدريد يتقدم على الأهلي في الشوط الأول بهدف مقابل لا شيء في شوط جيد للنادي الأهلي. النادي الأهلي أدى أداء مميز، فرض أسلوبه في بعض الفترات، وصل للجول وتمكن أنه يهدد مرمى ريال مدريد، ويمكن أضاع أكتر من ثلاث فرص، منهم واحدة شالها جول كويس قوي من حسين الشحات، ولكن إياك أن تخطئ أمام الريال. كابتن علاء، شوط بدون الهدف باستثناء الهدف كان متكافئ، ويمكن النادي الاهلي فرض اسلوبه في بعض الفترات. دي حقيقه، يعني شوط ممكن قوسين كده تقول عليه شوط محترم لعبه النادي الاهلي قدام ريال مدريد. عمل حاجه اللي تقريبا كلنا اتفقنا عليها، او يمكن مستر كولر اتفرج على اخر ماتش ريال مدريد. انا بقول لك انك ريال مدريد في نص الملعب بس ما تديش مساحات. خطوره ريال مدريد كلها ايمن حاجه يمكن حذرنا منها، الكوره تقطع منك في نص ملعبك بس. صح. دي كل خطوره ريال مدريد، كل الهجمات اللي هي بيحاولوا يبنوها لا انت كلهم قدامك في بطء غير عادي في ريال مدريد، وفي ناس تحس ان هي بتادي، في ناس كلها بره الخدمه، يعني بيادوا بس، لكن مفيش نجم. حتى فينيسيوس ده عنده مشاكل كتير جدا، وهوائي قوي ومزاجي قوي في طريقه لعبه، مش مقلق. المشكله في حاجه واحده في الشوط ده، توقيت الهدف. صح. يخرجك 1-0 تفكير، ويخرجك 0-0 تفكير تاني خالص. مزبوط. انت كنت قريب، ضيعت يعني ده حوالي ثلاث فرص محققين. صح. ممكن كنت احرزت هدف. صح. لكن يعني كولر لازم اولا في عجله كده يشكر اللعيبه على الشوط الاول، ويحفزهم على ان هم يلعبوا كره عاديه جدا في الشوط الثاني، ويحاولوا يدوروا على هدف التعادل. وعلى فكره يا ايمن، مش صعب والله العظيم ما صعب، لكن حذاري تسيب مساحات في نص ملعبك، مش اكتر من كده. صحيح كابتن اسامه، يمكن كنا بنقول الشوط الاول كان لحد قبل ما يجي الهدف نادي الاهلي هو الافضل، نادي الاهلي هو الاكثر خطوره على المرمى، نادي الاهلي قريب انه يجيب جول، وفوجئنا بخطا، ولكن للاسف يعني الريال قدر فينيسيوس ان هو يجيب الهدف الاول قبل نهايه الشوط الاول. هي السيطره طوال الشوط الاولاني متبادله يعني بين الفرقتين. النادي الاهلي كان متحفظ في اول 10 دقائق، ريال مدريد بيتناقل الكره بس في ثقه زايده وبطء في نقل الكره. النادي الاهلي ابتدى ياخد ثقه، ابتدى من اول كره اللي هي في الدقيقه 18 تقريبا، اللي شريف انفراد شاطها فوق العارضه، ابتدى يبقى فيه جرأه. وشفنا بعض الهجمات الخطر سواء للنادي الاهلي كورتين ثلاثه خاصه بتاعت حسين الشحات، وايضا هم ليهم برضو كورتين ثلاثه خاصه الكره اللي شالها غوس من فوق الشناوي، ضربت في القائم وخرجت. يعني هو شوط متكافئ، شوط جيد من النادي الاهلي، ولكن المباريات اللي زي دي الخطا يكلفك كتير. يكلفك. صحيح. الخطا يكلفك، انت لما تخطا مع فرق تانية ممكن، لكن دي اللعيبه امكانياتها جامده. خطا يعني عدم تقدير شويه، ديانج لعبها ادي كره اول كره خطر، وابتدى النادي الاهلي يتجرأ على انه يروح لمرمى لونين. فخطا من ديانج ثم متولي وهارد لك. يعني اتمنى ان شاء الله الشوط الثاني يبقى اسرع، والنادي الاهلي يقدر يعوض، ونتمنى ان ريتم ريال مدريد يفضل على هذا الشكل، وربنا يسهل والاهلي يقدر يعمل حاجه الشوط الثاني ان شاء الله. كابتن عادل، شوط جيد للنادي الاهلي ولكن النتيجه مش في صالحه. هو يعني اللي خلاك تبقى شوط جيد انك انت بطأت ريتم ريال مدريد، انت بطأته يعني تمسك الكوره، استحوذت بلا اخطاء في البدايه، دي حاجه مهمه جدا. التحرك اطراف كان بيتحركوا بصوره جيده، اللي هو حسين وعبد القادر، وكانوا بياخدوك للناحيه الثانيه. محمد شريف بس اللي التحرك بتاعه كان اقل شويه، كان يجب ان هو يتحرك في العمق علشان ياخد الحاجات الطوليه. اما قله اخطاء لعيبه الاهلي الا في اخر كوره اللي هي اخطانا فيها الخطا الكبير. في الكره الاوروبيه يا كابتن ايمن مفيش حد بيخطا في النص الاخر، النص الهجومي بتاعك اخطا، يعني لما تبقى في الهجوم اخطا زي ما انت، لكن لما تخطا في اخر 20 يارده في الفرق الكبيره. صح. اي فرقه كبيره بالذات اللعيبه المحترفين اللي عندهم سرعات زي فينيسيوس، انا يمكن قلت لك قبل الموضوع انا طول الوقت انا بخاف منه حتى لو كان وحش، لكن عنده واحده، عنده السرعه، عنده السرعه بتاعته دي بتخليك يقدر يخطف منك جون، ويقدر يخطف اتنين علشان تقدر ترجع
وتجاري ريال مدريد في الوقت ده لازم يبقى في تغييره. انا في رايي بيرسي تاو عنده خفيه حركه كويسه قوي، ممكن يجري في العمق مكان شريف. هتقول لي مطلعت فرود واحنا خسرانين، لا انت بتلعب الريال، اهدى شويه حد ما اخر 10 دقائق ممكن تعمل فرود تاني، ولكن اكتر من كده ما تقدرش تعمل. يطلع وينزل بيرسي تاو وشريف وينزل بيرسي تاو، تستنى شويه لحد ما تعوض انك انت تحاول ان انت تشيل الواحد في نص الملعب عشان تزود حته الجري شويه، ولو يكن السوليه وحمدي فتحي ينزل. هو تغيير نمطي، ولكن في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه عشان نص ملعب ريال مدريد يبقى فيه جهد ويبقى فيه جري اكتر من كده ويبقى فيه خطوات صغيره، لان الفرق ما بين حمدي فتحي والسوليه في الماتشات اللي هي بتاعت اوروبا بيبقى الخطوات الصغيره اللي ممكن يقطع ويشتغل مع ديانج. لكن ديانج والسوليه رتم واحد، شكل واحد، سرعات واحده، او فيها الحته على المدى الطويل افضل، لكن في الانقضاض والقطع في الحاجات الصغيره بتبقى عندهم صعوبه شويه. صحيح. ولكن ان شاء الله نعوض ان شاء الله باذن الله. كابتن بلال، النادي الاهلي كان اكثر من ند للريال الشوط الاول، بل تفوق عليه في بعض الفترات، ولكن نتيجه 1-0. رؤيتك الفنيه للشوط الاول وحلول مستر كولر الشوط الثاني للعوده للمباراه؟ لا، الاهلي الشوط الاول مقدم مباراه رائعه جدا. صحيح. جدا من وجهه نظر الشخصيه، التشكيل يعني كما توقعت كان تشكيل جيد، الاداء كان جيد، الثقه اللي ادها مستر كولر لعيبه النادي اللي هم اكتسبوها كمان من الدخول في المباراه ببطء من لعيبه ريال مدريد، ادت لعيبه النادي الاهلي ثقه. لولا يعني التسرع شويه كان ممكن نسجل اهداف، يعني انا قدام ال 18 احنا يعني بتجيلنا فرص، بس يعني عايزين نخلص بسرعه، عايزين يعني متسربعين بوقت الكره شويه. الاهلي ند قوي زي ما قالوا الكباتن لريال مدريد، الاداء اكثر من رائع من وجهه نظر الشخصيه. انت بتلعب بطل العالم، تمام، ادي معاه بالشكل ده، مضيع حوالي 3 فرص محققين. وارد جدا يا كابتن ايمن يبقى فيه اخطاء، وارد جدا جدا، انت بتلعب طول ال 45 دقيقه ما اخطاتش يمكن غير اخطاء بسيطه جدا وارده بكره القدم. لكن عجبني جدا السبيريت اللي بيلعب بيها لعيبه النادي الاهلي، عجبني جدا الثقه اللي بيلعب بيها لعيبه النادي الاهلي. الشوط الثاني هيبقى مختلف شويه، احنا بذلنا مجهود كبير قوي قوي الشوط الاول جدا، بذلنا مجهود عالي جدا جدا، اللعيبه بصراحه يعني روح قتاليه عاليه جدا، جري في ملعب بشكل رائع جدا جدا جدا. الاداء الحقيقه عجبني جدا، النقل والبساط والكوره من رجل لرجل. الشوط الثاني بقى يا كابتن بلال، هل من البدايه هيبقى فيه تغيير زي ما قال الكابتن عادل، ولا مستر كولر كالعاده مش هيتغير من بدايه الشوط الثاني؟ لا بص، اعتقد كعاده مستر كولر مش هيغير من بدايه الشوط الثاني. مع كابتن علاء؟ يعني لا مش هيغير، هو يعني عامل شوط كويس. لا بغض النظر يا ايمن، هو مستر كولر مش من نوعيه المدربين اللي بيغير بين شوطين. اتفضل يا بلال، اتفضل يا بلال. ف ما اعتقدش ان هو هياخد من البدايه الحميه ويبتدي يغير. عشان هيغير ليه؟ عشان ايه؟ عشان هل عشان يعني يغير من الاداء الهجومي شويه يعدل منه؟ انت الاداء الهجومي جيد جدا كويس، طب انت داخل في جون غلطه، وارد جدا في كره، وارد وطبيعي جدا انك تغلط، عادي جدا، لكن هل انت ما بتوصلش؟ بتوصل، فبالتالي الاداء الهجومي عندك جيد. الاداء الدفاعي برضو انا شايف ان هو اداء متميز الى حد كبير، في فرص زي ما انت رحت برضو فرص. صحيح. تمام، انما الفكره كلها اللي انا عايز اقولها انك بذلت مجهود كبير يا كابتن عايز، فبالتالي التغييرات هتبقى زي ما اتفقنا، تغيير مين اللي بذل مجهود اكبر فتعب، فمين فنبدله بالعيد مكانه. أي. مش الاستراتيجي ممكن بتتغيرش، خد بالك، حتى لو جيت غيرت مجدي قفشه ونزلت حمدي فتحي ممكن تعدل من طريقه اللعب وتخلي السوليه اللي هو اللي قدام شويه يقوم بدور العشره مع دور الثمانيه في نفس التوقيت، زي ما بيعمل مجدي قفشه على فكره، بيدافع كويس مع الفرقه وبيقفل كويس، وبعدين يبتدي هو ايه يبقى محور الاداء حتى بالكرات القصيره. يعني الاهلي اداء جيد الشوط الاول من وجهه نظري الشخصيه، ينقصنا التوفيق وانك نهدى في الحته الاخيره. يعني محمد هاني لما جه بس بالعرض متصارب عايز يحط كرة، لا بالراحه، اهدى اهدى، ممكن نسجل هدف. يعني رحنا 4-5 مرات تمام بثلاث فرص محققين. صحيح. كان ممكن نسجل، لازم نسجل لوحده على الاقل. مون شوت مميز للنادي الاهلي، نتمنى عوده للنادي الاهلي للمباراه الشوط الثاني، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي لتحقيق الفوز. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه، انتظرونا.